موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقنتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا مناضع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيح له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجنا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن اطعني أطبت بجهلي عليك ولعل الذي اطعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك وتفضلي علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين
الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعض فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يواضده قهر بعزته العذبى وتواضع لعظمة العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم نعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبحجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مصبحا والحمد لله الذي لا يحتف حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين سريح المستصرخين موضعي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء وهو يحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل كرامة عليك من خلقك اللهم وصل على أمير علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم وصل على صديقتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين
سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والأدل المنتظر، وحفه بملائكة المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتديته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نسيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلها، وتذل بها النفاق وأهلها، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعفنا، واشعب به صدعنا، وارطق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، واسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوحنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وعاطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وعاطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشفي به صدورنا، واضهب به غيظ قلوبنا، واحدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق يا أمين. اللهم إنا نشكر إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصلي على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تدللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان مخلدين كأنهم لؤلؤ المكنون فأكدمنا فأخدمنا، ومن الثيمار الجنة والهوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس فالحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جحنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزكوم والسريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار والسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غيري. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني إليه. اللهم صل على محمد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة.